يؤكد مجلس الشورى أن ظاهرة الشذوذ الجنسي التي تروج لها بعض القوى والمؤسسات العالمية عبر مواد إعلامية وسينمائية تنشرها في مختلف المنصات والوسائل تتنافى مع القيم الإنسانية والثوابت الدينية وتشكل خطرا على المجتمعات العربية والإسلامية. نعم، عبر المجلس عن تأييده ودعمه لما تضمنه بيان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وما أكد عليه من رأي واضح برفض كافة الحملات الممنهجة والتي تهدف إلى نشر وترويج فاحشة الشذوذ الجنسي، وهو الرأي الذي تجمع عليه المجتمعات العربية والإسلامية. يشير مجلس الشورى إلى أن الشذوذ الجنسي سلوك ممقوت وترفضه الفطرة الإنسانية القوية، فضلا عن كونه محرما في جميع الشرائع والديانات السماوية السمحة، لافتا إلى أن انتشار هذا السلوك يهدد منظومة القيم الأخلاقية والاجتماعية ويؤثر على الأسر وأفرادها. ينوه المجلس بالفتوى الصادرة عن مركز الأزهر العالمي والتي جاءت تأكيدا على ضرورة مواجهة مخاطر المساس بالكرامة الإنسانية، كما يؤكد مجلس الشورى على أن منظومة القوانين والتشريعات التي تعلي من شأن الحرية الشخصية المسؤولة في مملكة البحرين تمنع السلوكيات والممارسات غير الأخلاقية، وذلك انطلاقا مما نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني. يرى مجلس الشورى أن التصدي لهذه الظاهرة وما تتضمنه من أفكار غير سوية ومنافية للقيم الدينية يتطلب تكاتفا مجتمعيا، مؤكدا أن مملكة البحرين على مر التاريخ تؤكد دفاعها وحمايتها للدين الإسلامي الحنيف وحرصها على نشر وترسيخ القيم الإنسانية والإسلامية ورفض كافة أشكال الترويج للسلوكيات المنافية للفطرة الإنسانية السليمة.